35 330 330. باي هشام صاحبي اش اخبارك؟ مومو بخير لاباس عليك؟ فهم الله كلشي مزيان كلشي بخير فهم الله. من 2018 وانا كنصوني حتى اليوم عاد شد لي المكالمه. مرحبا صافي جاوبت على الفرصه جاوبت على الوجبه الفرصه جات اليوم اخويا. كندير داك الشيء ديال النقل المستخدمين. الله يسهل الامور اخويا الله يعاونك. صور يوميا في ماندي ماري الطوموبيل كنشعل الراديو ولا الله يحفظك اخويا ويا سلام عليك ويا سلام على المستخدمين اللي كيمشيو معاك تا هما حبيبي. الله يطول عمرك بارك الله. شكرا لك بزاف اخويا شكرا لك على الاذاعات ادخال بزاف والله الا توحشنا كاع هاد الايام كنقول مومو ما عرفتش مالو غبار. اخويا انت توحشكم بزاف اخويا. الا كنقول مالو غبار عايا ما كنشاركش معكم هادشي ديال الواتساب وداك الشيء المهم. كاين حتى مشكل حبيبي كاين مشكل بويا ان شاء الله. عارف مع الخدمه ودابا راه دابا حاليا رانا خارج باش ندير التراجي ديال الربعه. الله يحفظك اخويا الله يعاونك حبيبي الله يسهل الامور اخويا هشام. المهم بغيت نشكر هذاك السيد صاحبي المهم يلا شهرين. يلا شهرين وتاق فيا وسلفني الفلوس وهذا بلا ضمانه بلا حتى شي حاجه. الناس كنعرفهم واحد المده ديال 20 سنه وكذا ما المهم حتى شي واحد ما قدر يتعامل هذا. يلا شهرين وحنا كنجلسوا عنده في القهوه يعني هاك الليان ديالو في القهوه واحتاجت فلوس زعما وعطاها لي صراحه وهادشي علاش بغيت نشكره. برافو عليك اخويا وبرافو عليك اخويا الله يجزيك بالخير حبيبي. مزيان تقريبا زوين المساله دابا يلا شهرين باش عرفتي باش عرفتي رفيق. انا في واحد البلاصه ما فيهاش الريزو. لا كنسمعك مزيان اخويا يا سلام كنسمعني كنسمعك أيوة مزيان الله يحفظك راك عزيز هادشي اللي بغيت نقول نعيطوا برافيق اخويا انا نقول ليه شكرا اخويا. واش انت واش انت طلبتي منه السلف ولا سمعك كتهضر على الفلوس وسلفك؟ لا انا دابا كنت محتاج وغاب بوحدي في الطوموبيل بحال هاد اللحظه دابا قلت الله يتنسوني لهذاك السيد كيتعامل معنا مزيان وهذا اييه غنشوف الا بغى يسلفني. ايه طونيت عليه قلت له راه شنو ها شنو قال لي يا مرحبا قال لي صافي ملي تكون جاي ملي تكون جاي القهوه صوني ليا. يا سلام شويه وهو ولا صونا ليا قال لي انا راه خرجت راني خليتها لك عند جيرو في القهوه مشي وقول له راه ديك الشيء اللي خلاها لك راه الله يجزيك بخير الله يجزيك بخير ومتصور ما دخلتش حتى انا للقهوه صيفط غير واحد الولد كيركب معايا. ايه قلت له سير عند السيد جيرو وقول له راه حتى انا ثقت في هذاك السيد اللي معايا. مزيان اخويا. قول له ديك الصخره اللي خلى الكرافيك وعطاها له وجابها لي. رجعتها له ولا مازال؟ لا رجعتها له. صافي. المهم باقي كيسال واحد الطريف صغير. المهم رجعتها له الطريف. وكيسال 150 درهم. هي اللي باقي كيسال من هذاك الشيء اللي عطاني. اه صافي ما كاين مشكل اخويا نعيطوا خير برافيق حتى نسلموا عليه اخويا وندوزوا لك حبيبي مرحبا. الو. رفيق السلام عليكم اش اخبارك اخويا كلشي بخير في امان الله؟ الله يحفظك الله يبارك فيك. معك مومو عرفتيني؟ مرحبا سيدي. كلشي بخير؟ الحمد لله الله يبارك فيك. الحمد لله شكرا لله. راك معنا في الكونتاكت اسيدي كاين واحد السيد اللي معيطنا ولا عطانا نمرة التليفون ديالك بغى يهضر معك قدام الملايين المستمعين والمستمعات ندوزو ليك؟ مرحبا سيدي دوزي. الله يحفظك يا رفيق شكرا بزاف. هشام هضر مع رفيق. رفيق خويا هاني مزيان. الله يحفظك خويا هشام. كبير مع السلامة. الله يحفظك كبير انت بخير. عرفتيني يا رفيق؟ الله يوديك سيدي. سولت عليك قدام المغاربه كاملين اللي كيسمعوا الراديو بغيت نشكرك على ديك المعامله اللي تعاملتي معايا. الله يحفظك اخويا هشام كنتعاملوا معايا وما كتعرفنيش بزاف وبغيت نتسلف من عندك وسلفتيني. الله يحفظك اخويا هشام مرحبا كنتعاملوا مع اي واحد اخويا هشام مع اي واحد بحال ما هكا. دابا شي شهرين وكنجلسوا عندك في القهوه كلي مرحبا اخويا هشام مرحبا. مرحبا اخويا هشام مرحبا وكنشكرك اخويا رفيق. هادشي جميل جميل هادشي جميل اخويا رفيق الله يجزيك بالخير حبيبي. بزاف انا اي حاجه اعتيارا ما ندوزك. الله يحفظك اخويا هشام الله يسهل عليك. الله يحفظك. وهذيك 150 درهم اللي بقات بيناتكم الله يسامح. الله يسامح ملي قلت لك سيمون الله يسامح. وسيمون ملي قلت الله يسامح تعجبني البرنامج ديالك بزاف والله قسم بالله. الله يحفظك ربي رفيق اخويا. وهذيك 150 درهم اللي قلت لك انا نعطيها لك حتى هي. الله يسامح. صافي هذيك على حسابي تجي القهوه انا صافي ما كاين مشكل. مرحبا اخويا. صحة وراحة اخويا هشام. القهوة فين كاينة رفيق؟ القهوة فين كاينة؟ فين كاينة القهوة؟ في قصيبية. قصيبية. سيدي سليمان. مركز ولاد حنون. قصيبية. يا سلام اخويا بس استنى سيدي سليمان اخويا. مرحبا سي مومو. مرحبا سيدي بارك الله فيك اخويا. شكرا لكم اخويا شكرا شكرا يا شي جميل. جميل اخويا شكرا باي هشام شكرا رفيق اخويا جميل جميل جدا. ديروا معنا الكونتاكت تعيطوا على اي حاجه باش تقولوا اي حاجه قدام الجميع كبيره زوينه عظيمه 05 30 330 330.